لا وصلنا لأولى محطاتنا لليوم مع الخيول العربية الأصيلة، حيث تحتضن مدينة دمشق مهرجان الشام الدولي للجواد العربي الأصيل الذي يقام على أرض معرض دمشق القديم، وتنطلق فعالياته اليوم مساء. لنتحدث أكثر عن هذا المهرجان بصيرنا يكون معنا اليوم السيد محمد الوادي مدير الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة ومنسق المهرجان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات. صباح الخير استاذ محمد. يعني بالبدايه قبل ما نبلش هوا كنا عم نحكي تحت الهوا مدينه ارض المعارض القديمه، هو هذا المكان يلي له معنى خاص. تماما، هو هذا المكان يلي رح يصير فيه المهرجان اليوم رح يفتتح. كنت عم تخبرني انه له بقلبك وبقلب كل السوريين اكيد مكانه خاصه، هذا المكان حصرا لاقامه مثل هيك معرض للخيول. خلينا نحكي عن خصوصيه هذا المكان. طبعا ارض معرض دمشق الدولي القديم لها تاريخ طويل مع الخيول العربيه الاصيله، حيث كانت هي ميدان للسباقات. نعم. وفيما بعد أصبحت وقف للخيول الهرمة من شدة اهتمام وحب الناس للخيول العربية الأصيلة، خصصوا لها أرض خاصة للخيول الهرمة حتى لا تترك في أماكن غير مضمونة. إذن هذه الأرض لها معنى خاص عن مربي الخيول العربية الأصيلة في دمشق وسوريا بشكل عام. نعم تمام. خلينا نحكي معناتها عن فكرة المهرجان اليوم. بنعرف معجوقين واليوم التحضيرات، خلينا نخبر الناس شو راح يكون اليوم بحفل الانطلاق. طبعا الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة ومن ضمن أهدافها الأساسية هو موضوع النشاطات التي تعنى بالجواد العربي الأصيل، منها عروض الخيول العربية، سباقات الخيول العربية، إضافة إلى تنظيم المهرجانات الخاصة بالجواد العربي الأصيل. ما نحن وبعد أزمة طويلة مرت على بلدنا الحبيب، الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة لم تتوقف عن نشاطاتها، إنما كانت ذروة النشاطات بعام 2018 من خلال تنظيم العرض الوطني السابع للخيول العربية الأصيلة، وكان الإخبارية السورية دور كبير بتغطية الإعلامية المميزة حقيقة لهذا النشاط. ومن بعد أن تم الانتهاء من هذا العرض الوطني تم التفكير بإجراء مهرجان أو تنظيم مهرجان شامل للخيول العربية الأصيلة، وبالوقت نفسه يضم معارض عن التراث وعن حضارة سوريا وعروض فنية تراثية. وهذا المهرجان حقيقة راح يكون في عدة محاور أساسية. المحور الأساسي هو مسيرة الشام الكبرى للخيول العربية الأصيلة التي ستكون بمشاركة واسعة من مربي الخيول والأندية الفروسية في القطر ومن كافة المحافظات السورية، حيث سوف تجوب دمشق انطلاقا من يوم الأربعاء 17 نيسان تزامنا مع العيد الجلاء الذي نفخر ونعتز به، وستجوب دمشق من شارع أمام المعرض أمام الفور سيزن إلى المرجع إلى قلعة دمشق إلى شارع النصر ساحة الحجاز مرورا بساحة يوسف العظمي. خليني أقطعك أستاذ محمد، يعني شفنا على الفيسبوك انتشر كتير صور لشباب على الخيول بساحة الأمويين وأيضا شوارع الشام، صاروا يمكن عملوها الناس فكاهة أنه هي بأزمة البنزين صاروا الناس يركبوا على الخيول. هون بدنا نعقب أنه الشباب عم يتدربوا على المسير الخيول، خلينا نقول يلي رح يقام ب 17 نيسان. الحقيقة منذ الإعلان عن هذا المهرجان بدأت أندية الفروسية ومربي وعشاق الخيول العربية الأصيلة باستعداداتهم الكاملة من أجل المشاركة المميزة في هذه المسيرة التي سوف تضم إن شاء الله أكثر من 250 فارس هكذا نتوقع. وكما قلنا سوف يكون المسير أكثر من 8 كيلومتر، راح يكون انتهاءها تبدأ من معرض دمشق الدولي القديم كما أشرنا سابقا مرورا بالساحات الرئيسية في دمشق وبالنهاية ساحة المالكي وساحة الأمويين ومن ثم إلى أرض معرض دمشق الدولي القديم. الفعالية الأخرى الرئيسية أيضا سوف تكون هي موضوع سباق الخيول العربية الأصيلة الذي سوف يكون بميدان سباق دمشق في الديماس. وهناك فعالية أخرى تخص الخيول هو مزاد دولي للخيول العربية، وأيضا عروض للخيول العربية الأصيلة ذات المواصفات الجمالية العالية. كما تدرون يعني تسابق الكثير لاقتناء الخيول العربية الأصيلة لما تمتاز به من صفات ومواصفات جمالية وقدرات جسدية،
إذن دمشق وسوريا بشكل عام تفرح مع الجواد العربي الأصيل. اليوم إن شاء الله راح يكون حفل الافتتاح الرئيسي لمهرجان الشام الدولي للجواد العربي، سيتضمن فقرات فنية فولكلورية تراثية، ومن خلال إبراز الجواد العربي وإبراز دور سوريا الحضاري في هذا. كما أن هذا المهرجان سوف يتضمن عرض لبعض المصنوعات التقليدية التي تعنى بالجواد العربي وغيرها من المنتشرة من الصناعات التقليدية الموجودة في سوريا، من الفخار إلى الزجاج إلى الرسوم إلى النحاتين. والحقيقة سوف يكون اليوم عرس حقيقي في دمشق حيث يحق لنا أن نفرح. نعم عن جد، يعني فعلا الكواليس امبارح انا بالبيت الكواليس كانت كثير حلوه، كان في تحضيرات كثير مهمه. عن جد بدنا نتشكر كل الناس يلي عم يشتغلوا من اجل نجاح هيك مهرجان. خلينا استاذ محمد ايضا نحكي ب 20 نيسان رح يكون ختام المهرجان بتوديع الرحاله عدنان عزام ايضا نذكره على فرسه. خلينا نحكي عن هي التوديع وخلينا نحكي عن هيدا الختامة مسك مثل ما بيقولوا. طبعا من الفعاليات الرئيسية أيضا بالمهرجان هي رحلة سوريا العالم الذي سيقوم بها الرحالة عدنان عزام الكاتب والمؤرخ والفارس الحقيقة. سوف تنطلق من دمشق إلى بغداد إلى طهران إلى موسكو، وسيتم إن شاء الله تقديم الفرس التي سيصل إليها إلى موسكو هدية إلى السيد الرئيس الروسي. ونتمنى طبعا له رحلة موفقة التي سوف تدوم أكثر من 8 أشهر، وسيقطع مسافة أكثر من 5000 كيلومتر طبعا. وسبق لهذا الرحالة الكبير أن قام برحلة إلى أوروبا بالثمانينات من هذا القرن. على الخيل. راح يكون له وداعين الحقيقة، وداع في ميدان سباق دمشق من قبل الفرسان مع تزامنا مع السباق، وسوف يكون له الوداع الشعبي الجماهيري الكبير في ساحة الأمويين يوم السبت 20 نيسان. طبعا نوهت إلى موضوع العمل التشاركي. الحقيقة هذا المهرجان هو نتيجة عمل تشاركي كبير. صحيح أن الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة هي اللي أطلقت هذا المهرجان، إنما هناك كان تعاون كبير جدا أنتج هذا العمل الذي سوف نفخر به إن شاء الله، من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وزارة السياحة، وزارة الإعلام، محافظة مدينة دمشق، نادي المحافظة، الاتحاد الرياضي العام، الاتحاد العربي السوري للفروسية. إذن هو عنوان لعمل تشاركي كبير إن شاء الله، وتسويق أيضا للتجار كمان مشاركين لعرض منتوجات تجار صناعات يدوية هون مثل ما ذكرت من شوي. كمان هذا شيء كتير مهم أن منتجات دمشقية تعرض بمثل هيك مهرجان. طبعا المهرجان هو له أهداف سياحية ثقافية اجتماعية تاريخية رياضية، ونحن طبعا بهالمهرجان كمان تم دعوة العديد من الناس المهتمين في عالم الخيول العربية الأصيلة من عدة دول، من جمهورية إيران الإسلامية ومن روسيا ومن بريطانيا ومن ألمانيا ومن فرنسا. الحقيقة سوف يكون هناك عدد كبير من المهتمين بسوريا وبحضارة سوريا وبالخيول العربية الأصيلة في سوريا، وسوف يكون هناك انتشار واسع مفهوم الجواد العربي بسوريا. سيد محمد، مثل ما حكينا عن مشاركة دولية كتير كبيرة، ولما نحكي عن الخيول الأصيلة ما فينا غير ما نذكر العرب وتحديدا سوريا والجزيرة العربية. خلينا نحكي اليوم عن وضع الخيول العربية وجهودكم بتوثيق الخيول العربية الأصيلة. طبعا تعتبر الخيول العربية الأصيلة من أفضل الخيول في العالم، وتعتبر سوريا الجمهورية العربية السورية هي موطن الجواد العربي الأصيل، ومنها انتشر الكثير من الخيول إلى دول العالم، وتم تأسيس مرابط خاصة بها تسابق على اقتنائها وتربيتها الملوك والأدباء والشعراء والأثرياء. طبعا هذا الجواد النبيل انتشر في أكثر من 80 دولة في العالم، ونحن في الجمهورية العربية السورية عملنا على تسجيل وتوثيق الخيول العربية الأصيلة من خلال وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مكتب الخيول، وتم تضمينها ضمن كتب أنساب معتمدة من قبل المنظمة العالمية للجواد العربي الواهو،
وخلال الأزمة لم يتوقف مكتب التسجيل على متابعة وتوصيل توثيق هذه الخيول وفق الأسس المعتمدة. في إحصائيات معينة اليوم؟ طبعا الإحصائيات هي موجودة لدى مكتب التسجيل. في سوريا تم تسجيل أكثر من 12,000 جواد، يمكن الموجود فيه عنا أكثر من 8,000-9,000 جواد عربي أصيل موثق، ويتم اعتماد نسب هذه الخيول من خلال الفحص الحمض النووي الدي ان ايه. إذن الخيول العربية الأصيلة في سوريا بخير رغم ما تعرضت له خلال هذه الأزمة الهامجية حقيقة من سرقة وضياع لبعض الخيول، حيث تشير بعض الأرقام أن هناك أكثر من 4,000 جواد فقدوا بطرق مختلفة، ومع ذلك مراقبين سوريا حافظوا على تربية هذه الخيول وكما حافظوا على أبنائهم. نعم أكيد، كمان ما بدنا ننسى نوجه تحية لكل المهتمين بالخيول، يعني أكيد كادر كامل عم يهتم بالخيول وخاصة الخيول السورية، وأيضا للفرسان يلي هن دايما رافعين راسنا ورافعين العلم السوري بأهم يمكن مباريات الخيول. اليوم خلينا نحكي يمكن من بعد المهرجان، من بعد يمكن هي المسؤولية الكبيرة يلي عم تحققوها، من بعد الانتصارات يلي عم تواكب مهرجاناتنا يلي عم حققها أبطالنا بالميادين، خلينا نحكي يمكن ما بعد المهرجان شو بدنا نعمل شيء جديد. طبعا سوريا بخير والفروسية أيضا بخير ومستمرة بفضل المهتمين بهذا الجواد النبيل، وفرساننا بكافة ميادين الفروسية إن كان في مجال القفز أو سباقات القصيرة أو موضوع العروض الجمال تواصل وتستمر ومن نجاح لنجاح. نحن في عام 2019 كجمعية سورية للخيول العربية الأصيلة أعددنا أجندة نشاطات لهذه للخيول تتضمن سباقات وعروض جمال ومهرجانات. إذا نحن مستمرون بتقديم كل ما يلزم لهذا الجواد، ودائما يمكن الأبواب مفتوحة لأي حدا حابب يشوف خيول جديدة أو حتى يمكن يسأل تساؤلات في مين يجاوب. طبعا مكتب الخيول العربية في وزارة الزراعة والجمعية السورية للخيول العربية وأندية الفروسية تستقبل كل من يرغب بمشاهدة والتدريب على هذه الخيول. يعني سيد محمد يمكن حكينا نحن عن المكان، خلينا نحكي شوي عن خصوصية الوقت، ليش اخترتوا بهذا الوقت يكون إقامة هذا المهرجان؟ نحن منذ عام 2007 عندما عقدنا مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي في سوريا بدأت فكرة موضوع مسيرة الشام الكبرى للخيول العربية الأصيلة، وانطلقنا من هذا المكان و ارتأينا في الجمعية السورية للخيول العربية أن يكون هذا الموضوع سنوي تزامنا مع احتفالات شعبنا بعيد الجلاء. نعم أستاذ محمد، يعني نحن اليوم أكيد رح نتابع عبر شاشة الإخبارية السورية افتتاح المهرجان يلي أكيد كل يوم رح نواكب تفاصيل هيدا المهرجان. نحن كلنا أكيد يعني منرحب بالضيوف اللي جايين أيضا من خارج دمشق، ونتمنى دائما مثل هيك مهرجانات تحظى بهذا الاهتمام الكبير، وكل شكر لجهود المبذولة من أجل نجاح المهرجان. شكرا كثير لك. شكرا لكم وشكرا للإخبار السورية وشكرا للإعلام السوري الذي دائما يواكب هذه النشاطات وغيرها من النشاطات في بلدنا الحبيب. أكيد السيد محمد الوادي مدير الجمعية السورية للخيول العربية، أهلا وسهلا فيك، وأكيد الكل يمكن ناطر هاي الفعالية ومتحمس لك. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك.